السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحب أسبى المشاعر الإنسانية، لكن أحيانا يتحول إلى كابوس وأرق مزمن، بل قد يدمر حياة الإنسان، خاصة إذا كان من طرف واحد أو أن شريكك الذي تعتقد أنه يحبك كان يخدعك فحسب. لكن علينا أن نتساءل حقا، هل هذا الشخص يحبني ككيان أم كنزوة جنسية عابرة؟ إن ما يحكم العلاقات الناجحة هو مدى قدرة كل طرف في هذه العلاقة على احترام الطرف الآخر، وبالتالي تتحول هذه المودة إلى صداقة متينة وارتباط، وحتى إن تكللت بالرغبة الجامحة للطرفين للبقاء مع بعضهما فإنها تكون بنيت على أساس الإخلاص للشريك، وأنه فعلا يحبك ليس كجسد بل فعلا كشخصية وككيان له وجود. إن معنى الحب الحقيقي ألا يكون مبني على الشهوة العابرة في جسد الشريك الثاني، بل بالأحرى رغبة ملحة للبقاء مع هذا الشريك وأن تتقاسم معه كل شيء، كأنك تشعر فعلا أنكما شخص واحد. كثيرة هي الأشياء التي تساعدك على معرفة هل هذا الشريك يحبك أم يرغب فيك، مثل السؤال عن أحوالك واهتمامه بأمورك الخاصة، حسن الاستماع إليك والأخذ بأرائك، إعجابه بطريقة تفكيرك، رغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة وهو يتحدث إليك، والسؤال عنك عند غيابك وغيرها. وبالتالي يستطيع كل طرف أن يعرف نوايا الآخر قبل أن يدمر الشك علاقتهما.